أجمل وأكبر الجزر الجزائرية تقع على كيلومترات فقط من سواحل مدينة وهران. الجزر تم تصنيفها في 2003 كمحمية طبيعية بحرية. سوف نتعرف اليوم على جمال مناظرها ونتعرف أيضا على تنوعاتها البيولوجية مع جمعية بربروس. محمية يتوافد عليها بانتظام أعضاء الجمعية البيئية البحرية بربروس. C'est-à-dire, à force de plonger, on a constaté que les fonds étaient un peu dans une dégradation un peu avancée. لاحظنا وجود نفايات كثيرة من خلال غوصنا، فقررنا إنشاء هذه الجمعية لتنظيف أعماق البحر. اليوم سنتعرف على جزر حبيبة التي تبلغ مساحتها 60 هكتارا. أكبر الجزر الجزائرية تستقبل زوارها بمناظر ساحرة، شواطئ رائعة، مياه نقية، ولكن ما تخفيه جزر حبيبة في أعماقها هو أجمل وأروع. للتعرف على هذا التنوع البيولوجي البحري قررنا الغوص مع أمين. غادي نروحو من الجهة الغربية ونطلقو روحنا مع الفوغون داكوغ؟ دونك بروفوندور ماكسيموم اليوم سي 20 متر. ثروة رائعة من نجوم البحر، مرجان بألوان مختلفة، قنفذ البحر الأرجواني، أسماك ونباتات متنوعة. ثروة بحرية وحيوانية، تسكن جزر حبيبة طيور مختلفة كالنوارس وصقور الإليونور، يقوم سفيان برصدها وتعدادها. صقور الإليونور التي تعيش في هذه الجزر تقضي فصل الصيف هنا، وبين أكتوبر ونوفمبر تهاجر هذه الصقور نحو مدغشقر ثم تعود بعد ذلك إلى جزر حبيبة للتكاثر. تنوعات بيولوجية تسهر بربروس على الحفاظ عليها، ولتذكير الزوار بأهميتها وضعت الجمعية هذه اللافتة عند دخول الجزيرة.